السلام عليكم. اشتهر سيدنا يوسف عليه السلام بأنه أجمل خلق الله، كما اشتهر بقصة النساء اللواتي قطعن أيديهن عندما رأوه لشدة جماله. وقصة النبي يوسف عليه السلام من أجمل قصص القرآن على الإطلاق. والكثير منا قد يسأل، كيف وصل يوسف إلى بيت العزيز وزوجته؟ ولما لم يكبر عند أبيه وأمه؟ في هذا المقطع سنروي لكم كيف غدر أخوة يوسف به وكادوا يقتلونه لشدة حسدهم وغيرتهم منه، فتابعوا معنا. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس. كان لدى نبي الله يعقوب عليه السلام 12 ولد، وكان يوسف عليه السلام أصغرهم وأحبهم إلى قلبه، فقد كان يعقوب عليه السلام مولعا بابنه يوسف أشد الولع. وفي أحد الأيام استيقظ يوسف عليه السلام من نومه واتجه إلى والده وقال له أنه رأى مناما غريبا جدا، فطلب منه يعقوب عليه السلام أن يقصه عليه، فقال أنه رأى الشمس والقمر والكواكب يسجدون له. فعلم يعقوب عليه السلام أن ابنه يوسف سيكون له شأن عظيم، وحذرهم من أن يخبر أخوانه برؤياه فيفسد الشيطان قلوبهم ويجعلهم يحسدونه على ما آته الله من فضله، فلم يقص رؤيته على أحد من أخوته. قال تعالى، إذ قال يوسف لأبيه، يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وكان إخوة يوسف عليه السلام يغارون منه غيرة شديدة، وذلك بسبب حب والدهم له وتمييزه عنهم في كل شيء، فقد كان يعقوب عليه السلام يحب يوسف حبا عجيبا ولا يطيق فراقه والبعد عنه، ولذلك فقد كان أخوته يحسدونه ويحقدون عليه. وفي أحد الأيام قرر الأخوة عمل مكيدة بيوسف عليه السلام، فقال أحدهم لإخوته، دعونا نقتله أو ننفيه إلى مكان بعيد لا يرجع منه أبدا، وبذلك نستفرد بمحبة أبينا لنا ونتخلص من حبه ليوسف، وبعد ذلك نتوب إلى الله تعالى عن ذنبنا. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ولكن أحد الأخوة لم يرضى بهذا الاقتراح القاسي، فاقترح بدلا عنه أن يأخذوا يوسف إلى مكان بعيد ويلقوه في البئر ويراقبوا ما سيحصل له من بعيد، فوافق الجميع على اقتراحه. قال قائل منهم، لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. وأخذوا يتشاورون في تدبير المكيدة التي يمكن من خلالها أخذ يوسف وتنفيذ ما اتفقوا عليه، ففكروا قليلا ثم ذهبوا إلى أبيهم وطلبوا منه أن يرسل معهم أخاهم يوسف، وأظهروا له أنهم يريدون أن يرعى معهم ويلعب ويفرح، وفي داخلهم كانوا يضبرون له الشر والمكيدة. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. فرد عليهم يعقوب عليه السلام أنه يحزنه بعد يوسف عنه، فهو لا يطيق فراقه ولا حتى ساعة واحدة، كما أنه يخاف عليه أن يأكله الذئب في الغابة إن غفلوا عنه، فقد كان يعلم أن أخوته يحسدونه ولا يمكن ائتمانهم عليه، فقالوا له، كيف للذئب أن يتجرأ بالاقتراب منه ونحن عصبة وكثرة؟ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فلم يزالوا بأبيهم حتى قبل أن يرسله معهم. وفي الصباح خرج الأبناء جميعا ومعهم يوسف إلى الصحراء بحجة أنهم ذاهبون ليرعوا أغنامهم،
وما إن ابتعدوا عن أبيهم حتى تهيأت لهم الفرصة لتنفيذ اتفاقهم. فساروا حتى وصلوا إلى البئر وخلعوا ملابس يوسف ثم ألقوه في البئر، فشعر يوسف بالخوف والفزع، لكن الله تعالى كان معه حيث أوحى إليه: ألا تخاف ولا تجزع، فإنك ناج مما دبروا لك. وبعد أن نفذ أخوة يوسف مؤامرتهم جلسوا يفكرون فيما سيقولون لأبيهم عندما يسألهم، فاتفقوا على أن يقولوا لأبيهم أن الذئب قد أكله، وجاءوا بقميصه وأتوا بشاة وذبحوها ولطخوا قميص يوسف عليه السلام بدمائها، وذلك ليبدو أنه دم يوسف عليه السلام الذي عضه الذئب، وأنساهم الله تعالى أن يمزقوا القميص. وعند حلول الليل عاد الأخوة إلى أبيهم وهم يمثلون أنهم يبكون على أخيهم وأنهم حزينون على موته، فنظر إليهم يعقوب عليه السلام وبدأ يبحث عن يوسف بينهم ولكنه لم يجده، فسألهم: أين يوسف؟ فقالوا: يا أبتي، لقد ذهبنا لنتسابق وتركنا يوسف ليحرس أغراضنا، وعندما عدنا وجدنا الذئب قد افترسه ومزقه بغيابنا، ونعلم بأنك لن تصدقنا ولو كنا صادقين. قالوا: يا أبانا، إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وليثبتوا صدق كلامهم وأنهم لا يكذبون على أبيهم، جاءوا بقميص يوسف عليه السلام الملطخ بدم الشاة ليروه لأبيهم ويقنعوه بأن الذئب قد افترسه. فلما رأى يعقوب عليه السلام أن القميص غير ممزق علم أن أبناؤه يكذبون وأنهم قد فعلوا بأخيهم مكيدة وشرا. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان. أما يوسف المسكين فقد كان لا يزال حبيسا في البئر ينتظر الفرج والنجاة، وبينما هو كذلك مرت عليه قافلة متجهة إلى مصر، فأرادوا أن يتزودوا من الماء، فأرسلوا أحدهم إلى البئر ليأتيهم بالماء، وكان ذلك قبل عودة إخوته إلى أبيهم، فقد كانوا يراقبون ما سيحل بيوسف من بعيد. فلما ألقى الرجل دلوه إلى البئر تعلق به يوسف، فنظر في البئر فوجد غلاما جميلا يمسك بالدلو، فاستبشر خيرا وأخرجه. وعندما رأى أخوة يوسف ما حدث أتوا إليه وقالوا له: هذا عبد لنا قد هرب منا. فسكت يوسف عليه السلام خوفا من أخوته، فباعوه إلى القافلة بثمن بخس وتقاسموا المال بينهم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال: يا بشرى هذا غلام. ولم يكن همهم المال، بل كان كل ما يهمهم أن يتخلصوا من يوسف ويستفردوا بأبيهم، ولكن الله تعالى يرى ما يحصل وقد قدر لنبيه أفضل مصير. فكان من عناية الله تعالى بنبيه أن القافلة مرت أمام عزيز مصر، ولم يكن لدى عزيز مصر أي أولاد، فلما رأى يوسف عليه السلام زرع الله محبته في قلبه فاشتراه منهم وأخذه إلى بيته وزوجته، وأوصاها أن تحسن معاملته وتربيه أحسن تربية لعلهم يتخذونه ولدا. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وهكذا تربى يوسف عليه السلام في بيت عزيز مصر معززا مكرما حتى كبر وشاب وأصبح رجلا وسيما نضجا، فحدث معه ما حدث من أمر تحرش زوجة العزيز به ودخوله إلى السجن. ومن أراد إكمال القصة فليدخل إلى الرابط الموجود في آخر المقطع ليتابع قصة يوسف عليه السلام مع زوجة العزيز وكيف تحرشت به وما حصل بعدها. وسنروي لكم في مقطع قادم إن شاء الله ما حدث مع أخوة يوسف عندما رأوا يوسف مرة أخرى. نرجو أن يكون المقطع قد نال إعجابكم، ولا تنسوا وضع إشارة الإعجاب دعما لنا ومشاركة المقطع مع من تحبون.
ودمتم بحفظ الله ورعايته.